الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب مدارس دار الثقافة الأهلية الصف الثاني الثانوي، وأهلا بكم في مادة الحاسب وتقنية المعلومات للتعليم الثانوي، ومع وحدة أخرى من وحدات مادة الحاسب وتقنية المعلومات، وهو الوحدة الثانية باب أمن المعلومات. سوف نتحدث إن شاء الله عن أمن وحماية المعلومات، ما هي علوم وأنظمة التشفير، وما هي حماية تطبيقات الإنترنت، وبعض الإرشادات الأمنية لحماية معلوماتك من الضياع. أولا، الدرس الأول إن شاء الله سوف نتحدث عن مفهوم وعناصر أمن المعلومات، والأهداف المرجوة من هذا الدرس. أولا، الهدف الأول وهو تصيغ مفهوما لأمن المعلومات، أو إيه هو مفهوم أمن المعلومات. نحدد ما هي عناصر أمن المعلومات. 3، ما هو تعدد وأبرز تهديدات أمن المعلومات. 4، ما نذكر بعض حوادث انتهاك أمن المعلومات داخل المملكة العربية السعودية. سوف نبدأ بمشيئة الله عن ما هو تعريف أمن المعلومات. تعريف أمن المعلومات. تعريف أمن المعلومات هو العلم الذي يبحث في نظريات وأساليب حماية البيانات والمعلومات، ويضع الأدوات والإجراءات اللازمة لضمان حماية البيانات، ويسهم طبعا في وضع التشريعات التي تمنع الاعتداء على المعلومات. معنى المفهوم ايه؟ معناه ان انا احافظ، او هو مجموعة من البشر الذين يبحثون ويخترعون النظريات وايه الاساليب التي ممكن ان نستخدمها لحفاظ على البيانات وامن المعلومات بتاعتي. ازاي احافظ على بياناتي ومعلوماتي من الهاكرز او من الاعتداء عليها على شبكة الانترنت؟ في 3 عناصر اساسية لابد ان يتوفروا حتى يتوفر امن للمعلومات او داخل النظام، يعني للمحافظة على امن البيانات والمعلومات داخل البرنامج او السيستم او النظام الخاص بيك، لازم ان يتوفر 3 عناصر. العنصر الاول وهو السرية. العنصر الاول السرية. العنصر الثاني السلامة. العنصر الثالث التوافر والاتاحة. ما معنى كلمة السرية؟ منع وصول المعلومات الا من الاشخاص المصرح ليهم فقط، وليس كل هذا فقط، ولكن هناك كمان تحديد لصلاحيات. اولا، كيفية، هل هو يمكن له عملية التعديل، هل يمكن له عملية الحذف، هل يمكن له عملية الاضافة ولا لا. يبقى كلمة السرية تعني منع وصول المعلومات الا للاشخاص المصرح ليهم فقط عند تخزينها او نقلها عن طريق الانترنت، ونحدد صلاحيتها من تعديل او حذف او اضافة. السلامة، ومن اسمها كده، معناها سلامة وصول المعلومات، او ان تكون المعلومة صحيحة وسليمة عند ادخالها واثناء تنقلها بين الاجهزة عبر شبكة الانترنت، وده طبعا من خلال استخدام مجموعة من الاساليب ومجموعة من النظريات. 3، من عناصر امن المعلومات التوافر والاتاحة. التوافر والاتاحة. معنى كلمة التوافر والاتاحة معناها بقاء المعلومة متوفرة للمستخدم. بقاء المعلومة متوفرة، موجودة عندي، في أي وقت أخش ألاقي موجودة، ماشي؟ يبقى بقاء المعلومة متوفرة وإمكانية الوصول إليها في أي وقت، إن أنا أقدر أوصل لها في أي وقت. وطبعا عدم تعطل ذلك نتيجة طبعا تعطل أو خلل في إدارة قواعد البيانات، إن أنا أقدر بسرعة كبيرة جدا إن أنا أشيل الخلل الموجود وأخلي المعلومة باقية ومتوفرة على شبكة الإنترنت. يبقى عناصر أمن المعلومات 3، السرية والسلامة والتوافر والإتاحة. ما هي التهديدات التي تأتي من أمن المعلومات؟ إيه التهديدات اللي بتخليني تيجي لأمن المعلومات؟ هل في تهديدات؟ طبعا في تهديدات طبيعية، ودي مخاطر طبيعية بعيدة عن البشر، زي ممكن حرائق، الأجهزة كلها يحصل لها حرائق او غرق او زلازل او براكين، او انقطاع مثلا في التيار الكهربي، او انقطاع في شبكة الانترنت. ولكن هناك مخاطر الكترونية شخصية، ومنها طبعا انتحال الشخصية والفيروسات والاختراق وغيرها. وسوف نتحدث عن ابرز التهديدات الالكترونية فيما يلي. اولا، انتحال الشخصية. ما معنى كلمة انتحال الشخصية؟ معناها انه يستخدم هوية مستخدم ما، انه يستخدم هويتك بس مش انت، يعني استخدام هوية مستخدم، ماشي، عن طريق ايه بقى؟ عن طريق تخمين الاسم او الباسورد او اسم المستخدم وكلمة المرور، لان اي موقع بيطلب منك اسم المستخدم وكلمة المرور، فالهاكرز يخش يخمن
اسم المستخدم وكلمة المرور، مثلا عن طريق تاريخ الميلاد، عن طريق الاسم، أو عن طريق حاجة مشهورة بالنسبة إليك، حتى يوصل لاسم المستخدم وكلمة المعلومات. إرسال رسائل للمستهدفين، يبعت لك رسالة يقول لك والله عندك تحديث بنكي، تخش أنت تشوف تحديث بنكي، تدي له معلوماتك، خلاص دخل هكر المعلومة بتاعتك. ولذلك لا تعطي معلوماتك أو بياناتك لأي شخص أيا كان إلا المسؤول داخل البنك، حتى الباسورد ما تعطيه لي. استخدام أجهزة وبرامج تقوم بتسجيل كل ما يتم النقر عليه، أو الاتصال مباشرة بالمستهدف، يعني اتصل بيك مباشرة، والله احنا البنك الفلاني وعاوزين نعمل عملية، أو موظف في بنك كذا وعاوزين نعمل عملية تحديث للنظام والسيستم، فمعلش ادينا بياناتك ومعلوماتك. لا، اوعى تعطي اي معلومات لايا كان. يبقى تخمين اسم المستخدم، ارسال رسائل للمستهدفين، الاتصال مباشرة، استخدام برامج تقوم بتسجيل كل ما يتم النقر عليه. تالت حاجة أو تاني حاجة، التنصت. التنصت، التنصت معناه إيه؟ معناه الحصول على المعلومة عن طريق التصنت على حزم البيانات أثناء تنقلها، يعني أثناء تنقل البيانات عبر شبكة الإنترنت بيتم عن طريق برامج حاجة اسمها التصنت على حزم البيانات، وخاصة طبعا حزم البيانات الغير مشفرة. تالت حاجة، الفيروسات، ومعروفة عالميا. الفيروسات يا جماعة هي عبارة عن برامج قام بتطويرها وكتابتها مبرمجين محترفين، وليس اي شخص، يعني ليكون بكتابتها برامجها مبرمجين محترفين جدا، ولكن الهدف منها هو الالحاق بالاضرار بالكمبيوتر او بالحاسب وبيانات الكمبيوتر، مثلا داخل بنك او داخل اي مؤسسة من المؤسسات. الفيروس هو عبارة عن برنامج تنفيذي بيهدف طبعا الى تحقيق اهداف محددة او احداث خلل داخل النظام. من اهم الفيروسات التي ظهرت، طبعا ظهرت فيروسات كتير جدا، ولكن عندنا الدوده، وسميت بهذا الاسم طبعا لانها قادره على نسخ نفسها والانتشار بشكل سريع جدا عبر وسائل الاتصال زي البريد الالكتروني، وبالتالي تؤدي الى تحقيق اهدافها وخراب والحاق الضرر بالجهاز. حصان طروادة، ومن اسمه هو عباره عن زي الفيلم الشهير حصان طروادة، ومعناه ان الفيروس ده بيقتحم البرنامج دون علم المستخدم وهدف الى سرقه البيانات. الاختراق، وهي محاولة الوصول إلى أجهزة وأنظمة الأفراد والمنظمات والشركات، طبعا باستخدام برامج تؤدي لحدوث ثغرات داخل السيستم أو داخل النظام الخاص بك والحصول على المعلومات. برامج التجسس، طبعا نوع من الاختراق يقتصر طبعا على معرفة محتويات النظام بشكل مستمر دون إلحاق يمكن الضرر بالجهاز. أنظمة المملكة العربية السعودية في مكافحة جرائم أمن المعلومات، طبعا نظرا لأهمية أمن المعلومات أنشأت المملكة العربية السعودية قرار الوزارة برقم 79 بيهدف في هذا النظام إلى الحد من وصول الوقوع طبعا جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والمساعدة في تحقيق أمن المعلومات والحفاظ على أمن المعلومات. طرق الوقاية وأدوات لحماية أمن المعلومات سريعا، التأمين المادي للأجهزة والمعدات، تركيب مضادات فيروسات، لنركب برامج مضادة للفيروس، وأركب أنظمة مضادة لعملية الاختراق، وتركيب أنظمة مراقبة داخل الشبكة، وعمل نسخ احتياطية بشكل مستمر للجهاز بتاعي، أو استخدام أنظمة قوية جدا للتشفير، وطبعا ده عن طريق الأنتي فيروس أو برامج المضادة للفيروسات والتشفير، طبعا دعم أجهزة عدم انقطاع الكهرباء أو التيار، إن أنا عن طريق استابلايزر بحيث ان هو بيعطيني 5 دقائق لحفظ المعلومات الخاصة بي. شكرا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.